إذن إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتواجدوا في مدينة الرشيدية. إخواني، تلبية الطلب ديال أرباب سيارة التعليم بمدينة الرشيدية اللي جاو حيت شافوا السيارة ديال قناة شوف تي في، قال لك خويا حميد عافاك، عندنا بعض الرسائل اللي بغينا نوصلوها للمسؤولين. حالة كارثية بمعنى الكلمة إخواني. كيفاش تيدوزوا هاد الناس البيرمي؟ كنعرفوا حوادث سير قاتلة، كنعرفوا المشكل أن كل واحد شي تيقول لك العامل البشري، شي تيقول البنية التحتية، شي تيقول الحالة الميكانيكية، شي تيلصقها لهاد صحاب سيارات التعليم. جينا اليوم هضرنا معاهم، قال لك خويا حميد شوف الحالة فين حنا تنعلموا ولاد عباد الله. كاين بنات، نساء، مساكن، كاين تلاميذ، رجال، كل شيء. عرفتي خويا، حيت تكون العجاجة ربما غتوصل الرسالة. غادي نشوفوا المعاناة ديالهم ونشوفوا هاد السائق هذا اللي راه جالس طالع له الدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة خويا الله. مع قناة شوف تي في. مرحبا. حيطوا علينا اليوم انكم باش توصلوا الرسالة ديالكم، المعاناة ديالكم في هاد الجائحة ديال كورونا. واش تكون كدوزوا هنا في هاد البلاصة خويا؟ عمرك كلها زبال، واش ما كاينش لو تيران، ما كاينش تيران، ولا اش واقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول كنبغي نشكر القناة ديال شوف تي في، ومرحبا بكم في مدينة الرشيدية. نعم. بالنسبة للمعاناة ديال قطاع تعليم السياقة، صراحة ما كاينش بلايص كاين العلم. الحلبة الوحيدة هي خاصة بالامتحان فقط. نعم. يعني بالنسبة للونترينمون ما كنلقاوش فين. واش ما عندكمش التيران كاع فين تدوزوا لعباد الله غير في هذا الخلا؟ أبدا، لا ما كاينش. يعني كنمشيو غير الجزيئات، أي جزيئة كانت كنمشيو، يعني كنلقاو مشاكل مع السكينة. وطلبتوا هذا المطلب؟ ناقشتوا مع المجلس البلدي؟ نعم، ناقشنا وعطاونا وعود، ولكن ما كاين والو. لحد الساعة ما كاين والو. كدوزوا دابا هنا في هذا الخلا. كي كتكون الحالة ديالكم حيت تكون العجاجة، وحنا يلاه وصلنا الحمد لله، تفت العجاجة عاد حلينا الكاميرا. ايوا صراحة حالة مزرية، العجاج والشمس والشتاء، يعني قاعد الظروف الطبيعية نشوفوا شي واحد الزملاء بارك الله غادي يقولنا. إذا إخواني، كما قال هذا السيد يقول لك بأن تنعيش معاناة، بأن إخواني هنا فين كيتعلموا الناس البيرمي. ولو إخواني تصور يا أخي، وغادي ما تنقولها، الغاية من هذه البرامج أننا خصنا نوصلوا المعاناة بالصوت والصورة. فاحنا تنقلوا لكم معاناة ديال واحد الشريحة مباشرة من مدينة الرشيدية. غادي نشوفوا هذاك الشاب ربما كيشوف فينا حتى هو بغى يعطي شي كلمة، وبفضل البارتاج ديالكم خصها توصل للمسؤولين. هذه الحقيقة. كيف يعقل أنك تعطي رزقك، تعطي فلوسك باش أنك تصيفط ولدك يتعلم؟ وحيت تصيفط ولدك يتعلم، غادي يكون أن هاد الناس تيخافوا عليه هو براسو. السيد اللي قال لك الرويضة ما كتفوتش عندي شهرين 3 شهور، الله يحسن العوان. هنا كنشوفوا إخواني مجموعة وأكمام ديال المزابل، كنشوفوا إخواني هنا فاش أن تيدوزوا الناس امتحان ديال سيارة ديال السياقة. وحنا كنعرفوا المشكل بحوادث السير، اذا تنتقاسموه. غادي نشوفوا هذا السيد بكل عفويه اشنو غادي يقولنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا بخير هانيه. الحمد لله. شنو الصفه وشنو الرساله اللي بغيت تقول للمسؤولين؟ معك محمد رشيدي، رئيس المكتب الجهوي لمؤسسه تعليم السياقه وقانون السير والسلامه الطرقيه بالمغرب. نعم. شنو هي الرساله اللي بغيت تقول؟ الا تلاقيتي مع السيد وزير النقل، اش غتقول له على المحاين ديال اصحاب سيارات التعليم؟ اش غنقول لوزير النقل؟ باننا راه كنعيشوا واحد الوضعيه جد 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 مزريه، بحيث ان مورا هذه الجائحه اللي مسات. سير خويا. نعم، غوت شويه لان الصوت على الريح. غادي نحاولوا، غوت شويه. الاخ ربما ما كان الصوت عندنا. انت رئيس جمعيه كتمثلوا ارباب سيارات التعليم. قلتي لي عندكم معاناه، قلتي لي اجي تشوف اخويا حميد فين تندوزوا الامتحان لولاد عباد الله. انا اول واحد كيستنكر هذه البلاصه اللي راه وصلتيني فيها. اذا اخي المؤخي، غادي تحاول الى تلاقيتي مع وزير النقل والتجهيز، او لا بغيت تعطيه شي رساله، شنو هي الرساله اللي بغيت تقول له على المحاين ديال اصحاب سيارات التعليم؟ الرسالة اللي كنوجهها للسيد وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء هو الوضع المزري الذي يعيشه هذا القطاع. بالنسبة أنا كنهضر على الرشيدية، أنا كرئيس
الرئيس الجهوي ديال المكتب الجهوي للنسيج المهني لمؤسسة تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية ديال المغرب. كنعانيو بزاف في هذا القطاع، بحيث ان حتى البلاصة فين كنترينيو ما عندناش شي بلاصة قارة وقانونية، بحيث ان البلاصة القديمة اللي كنا كيترينيو فيها المدربين وكيعلموا لي كونديدا اللي هما واحد القطاع ديالنا اللي كيعد واحد قطاع جد حيوي، يعني ولاد العامل ولاد الوزراء ولاد سميتو تدربوا عند هاد المدربين هادو، اننا بحيث ما لقيناش حتى البلاصه دابا، وكيجريو علينا الناس ديال المنطقه بشكايات وضع شكايات للسلطات المحليه باللي راه كنضروهم. ودابا حنا كنعتبروا روسنا باننا مشردين بالنسبه لهذا القطاع اللي كيعد قطاع حيوي، وقطاع كما اشرت كيتعلموا فيه الناس ولاد الوزراء وتعلموا فيه الوزراء برسهم. يعني حنا ما كاينش شي مغربي اللي ما ركبش السياره تاع ما كاينش مغربي سواء في المناصب الوزاريه او المناصب الاخرى اللي ما تدرب في سياره التعليم. ومع كامل الاسف حنايا راه شردنا حتى البلاصه دابا في الرشيديه ما لقيناهاش، بحيث الناس كيمشيو كاينه واحد البلاصه سميتها العمره كيتنقلوا ليها المدربين كيجري عليهم المقاول ديال العمره. كاينه واحد البلاصه ديال جزيئه داروا مجموعه من الشكايات للمواطنين، بحيث انهم جات السلطات المحليه ومنعتهم انهم يزولوا المهام ديالهم بكل طلاقه وبكل مسؤوليه. اذا اخواني تنتواجدوا دائما في الرشيديه، هذه معاناه من الالاف ديال المعاناه اللي كيعانيوا هاد الناس. اخواني كنعرفوا حوادث السير بانها تعطي واحد الاحصائيات مخيفه، ديما كنقولوا السبب. اذا غتشوف اخي المواطن المعاناه اللي تيعاني هذاك التلميذ اللي عاطي فلوسه، داك الشاب ديك الشابه داك الزوج، ان كيف يعقل انه باش يدوز امتحان ديال السياقه في هاد الاجواء هادي هكذا، حيت كتكون الشمس فين تيمشيو هاد الناس مساكن فين تيدرقوا؟ ما عندهم فين يدرقوا، كيجلسوا في الشمس ولا من الصباح من والو الصباح والو كاع انتم الاخوان تيكونوا هنا من الشمس. شوف ما كاينش اي شوف، ضروري انه اي تلميذ جاك غادي يتعطى السياقه ضروري غادي يتحمل هذوك المعاناه اللي راهم شنو الذنب ديالو هو راه مخلص رزقه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني حتى انت اللي خصو يتحاسب. انت شوف انت راه العجاج ها كدوز علينا شي العجاج، هاد العجاج كنكونوا فيها، ولا كان الامتحان المهم عندنا يلاه الحق باش نوصل. اذا اخواني كتشوف حتى ان المسؤولين، وديما كنحاولوا نقولوها بالطريقه اللي تيقولوا المغاربه، العكر فوق ما تقولش الخنونه. كتشوف بان اخواني بالنسبه فين يدوز المواطن الامتحان خصو يدوزو للداخل، ولكن هاد القاعه اللي كتشوف راه ماشي انها مسموح لاي مواطن يدخل يتعلم فيها، لا، النهار الامتحان اللي عنده الحق يدخل، ولكن فين تيتعلم؟ هادي هي الحقيقه هنا. وغادي نحاولوا نقربوا لهاد الناس اللي راه كنشوفوهم يوميا، ما كاينش شي مغربي اللي ما شتش القانون تلقاوهم دائما في الخرجه ديال المدن واقفين تيعلموا في ولادنا. مشحال من واحد تصاب بالامينانجيت، مشحال من واحد جا باش يتعلموا في الاخر ما عاودش رجع، لان تنشوفوا الحراره والطقس ديال المنطقه ما سمح لناش براسنا حنا كصحفيين حتى نفوتوا ربع ساعه هنايا في هاد البلاصه. وغادي نشوفوا هاد الشاب. السلام عليكم. غتقول لي الاسم ديالك والصفه. عمر سفيان. نعم. كاتب العام ديال جمعيه السلامه للاستخدام السياقه. نعم خويا. شد سي سفيان، انت في ميدلت. اه. شنو كدير هنا؟ كتعلم هنا ولا تزعم في ميدلت ولا في عندك المحل؟ لا في ميدلت كاين حتى هنا وكاين في ميدلت. واش كاين شي تيران فين كتعلموا في ميدلت؟ لا ما كاينش. سمع الرئيس ديال ميدلت. ما عندك والو، واش كاين شي تيران فين تيتعلموا عباد الله هنا في الرشيديه؟ لا والو. اسمع يا المنتخب ديال الرشيديه، حتى الا وصل القايد ولا وصل العامل قرا عليها، اما المنتخبين جالس في دارو وعرف كيدير انه يتحايل على مجموعه ديال الناس باش انه يوصل لبعض المراكز اللي نشوفوا ولادنا جالسين تحت واحد الحراره اللي فايته 34 درجه، مازال ما وصل الصيف. بحيث عندنا في مركز في ميدلت ما كنتوفروا لا على حلبه ديال الامتحان التطبيقي ولا الحلبه ديال التدريب، ما كاين حتى حلبه، كنخدموا غير في التجزئات ديال الخواص.
قال لك واحد السيد الصوت خفيف غوت. شوف انا عندنا مشكل ديال اننا كنخدموا غير في التجزئات ديال الخواص، يعني ديما متعرضين لدوك المشاكل ديال كيزيد دايز دري صغير، ان الطريق كيزيد دايز بنادم كيجري، راه حنا في المشكله وواقفين حاليا هاد السيمانه راه حنا واقفين. استقبلنا البارح السيد الباشا له جزيل الشكر، راه قال لي دير معنا شي حل، واني الصراحه راه غير 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 في هذا الازمه ديال كوفيد 19 راه كاين دوسي متوقف. علاش 450 دوسي في ميدلت واقفه؟ دوز الكود وباقي له السوكان. اذا هاد الشيء اللي بارطاجي باش توصل للسيد وزير النقل، كاينه في ميدلت بلاد صغيره 450 دوسي. الناس مشاو قراو دوزو مساكن الكتابي. توقف الامتحان نهار السبت 14/3. نعاود تجي دوزتو قبل ما تبدا الازمه الكورونا من تما توقف. الاشاره خوتي انا كنت شفت حاله من الحالات ان زوجة مهاجر مسكينه جالسه هنايا خصها حتى تشد البيرمي عاد باش يدفع لها راجلها الوراق. عامين وهي في خنيف وفي الاخر وقعوا مشاكل مع الزوج ديالها وطلقات ديك البنت. نتمنى لاحظ سعيد والله يشد الحق في كل واحد لاعب بالمسؤوليه. حنا كنشوفوا شحال من دوسي في ميدلت 400. اذا كانت في ميدلت 400 مواطن كتستناهم خلصه، لان ما كاينش التيران، ما كاينش الاسباب تتحملها وزاره النقل. كاين عندنا حتى المشكل ديال انه الخصص في الممتحين ما كاينش، كما كيعرفوا الناس كاينين قوانين جديده دخلوا عنده كوطا حتى هو باش ما يخدمش اكثر من ترتاح في النهار، وفاتحين لنا في السيستم ديال الامتحان النظري فاتحين لنا كندفعوا 30 مترشح. حاز عندهم مزيان تيتشكاو من الصوت، بحيث اننا فين ما كندوزو كيدوزو 30 ديما 15 اللي كدوز 15 كتبقى. زيد لها الازمه ديال الكوفيد، زيد لها الحاله بها الامتحان متوقف. واخا نعاود نقول السيد لاباس استقبلنا بصدر رحب، وحتى رئيس المجلس البلدي دزنا عنده راه قالوا لك يشوفوا اللي راه الناس غادي يبداو يدوزوا. واش غادي تشوفوا دابا انتوما كدوزوا الناس في هذه الحاله؟ هذه الحاله هذه راكم كان ضمير حي عند شي مسؤول راه يجي باش يوقفكم ما تدوزوش. صراحه المسؤول الرئيسي في هذا الشيء هو المجلس الاقليمي، لانه هو الشريك الرئيسي مع مدارس تعليم السياقه، بحيث انهم كيستخلصوا من ديك 700 درهم اللي كيعطي المترشح ديال الرسوم للخزينه العامه للملك، كيهزوا منها 150 درهم وكتمشي للمجلس الاقليمي. يعني المجلس الاقليمي اللي في العمل. اذا تنحملوا المسؤوليه، هنا بغى يقول بان تنحملوا المسؤوليه للمنتخبين، ان المنتخب الله يعطيكم الستر ظروف الشغل. حنا كنشوفوا الراشديه ان شابه صغيره المسمات انصاف، اللي الحمد لله كنشوفوا ان الاعلام الوطني والدولي يتكلم على انصاف، انصاف بنت الراشديه نهار غتبغي تدوز البيرمي لا بدا خصها تطاكا مع هاد المسافر. خروقات لا صحيه لا قانونيه لا انسانيه. وهنا كما تنقولوا تنحملوا المسؤوليه للمنتخبين. اين دور المجلس الجهه؟ اين دور المجلس؟ اين دور المنتخبين؟ ولات عصابات في هاد تحيه للنزهاء تحيه للشرفاء، ولكن العكس صحيح. تفضل نشوفوا المعاناة. الغاية من هذه البرامج أن تشوفوا بالصوت والصورة ما يبقى بالمغرب العام. نتمنى أنهم يتجاوبوا معنا في أقرب وقت، راه الصراحة غادي ينطلق الامتحان ديال النظري في هذا 24، يعني ديك 450 كونديدا اللي كانت راه غادي تزاد أكثر. وفي انتظار تفاعل. إذا شكون اللي غادي نشوفوا؟ إذا إخواني غادي نشوفوا. هضر خويا هضر. تفضل استاذ، شنو بغيتي تقول؟ وقفتونا في الطريق ها انتم هضروا. كنشكرك سي حميد اللي كتفاعل مع سيارة التعليم وكتفاعل مع المشاكل اللي كنعانيو منها، وكل شيء انت جيتي راك شتي فين كنترينيو. لقينا معاناة ديجا بعد جراو علينا عباد الله، داروا بينا شكايات، وحنا دابا حنا الحلبة هنايا في حل الحلبة هي هنا ما عندناش الحق. دابا إذا هاد الحلبة هادي اللي راها كلفات مجموعة تاع الملايين من الضرائب اللي تيخلص المواطن ليكم. وما ما عندناش راه داكشي اللي تيخلص المواطن في الدار البيضاء هو اللي تيخلصو هنا في الدار
فين هو هاد الفلوس تاع هاد المواطن؟ شحال البيرمي تقريبا نتوما اللي كتدي غير الضرائب من المواطن؟ شحال في كل بيرمي؟ 14000 ريال كل واحد، هادي كتمشي للخزينه. وصلت الرساله ونخليو الاخر، لان يا اخواني الريح بدا. فما عليك، فما بالله عليك اخوة اخي المتتبع، احنا غير تنسجلوا، الريح ما خلاناش نكملوا، فما بالك بدك الممتحن اللي يقدر يكون ولدك، تقدر تكون الزوجة ديالك، تقدر تكون انت، علاش لا؟ تفضل خويا اخر رسالة. الريح بدا، غادي نوقفوا البرنامج، لان كما كتشوفوا اخواني ان الاجواء ولات هنايا كتبدل، الريح قوي جدا. وهذا يعطينا اخر رسالة، شنو بغيت تقول خويا؟ واحد الإضافة الأخ حميد، بأن كنت راسلت السلطات المحلية. نعم. والبارح راسلت رئيس المجلس البلدي، واللي كنشكرو في هذا المنبر هذا، لأنه استجب معايا، قال لي بلي راه غادي يشوف في أقرب وقت المشكل ديالكم، لأن غادي يقلب على لو تيران باش نبقاو نترينيو فيه. وآخر رسالة، لأن هذا القطاع كيعاني بزاف ديال المشاكل، خصوصا في هذه الجائحة اللي كانت الإكراهات المادية والأزمات اللي كتعاني هذه المؤسسات، حديث ولا حرج، لأن بهذه النسبة هذه، لأنك مشات للإفلاس، أغلبية المؤسسات راه مشات للإفلاس. وتحياتي لكم وإخواني، وشكرا خوتي، تبارك الله عليكم. إذا وصلت الرسالة، ألف تحية. إذا إخواني، هذه المعاناة ديال هذا القطاع، كاين قطاعات اللي راه كتعاني. أخي المتتبع، أن كاين رياح قوية، المنطقة كتعرف حرارة مفرطة. ما من مرة أغمي على أحد المرشحين الاجتياز ديال الامتحان في هاد لابيست، هادشي اللي قالوا لي هاد الناس، قال لك ما خلينا فين ما علمنا وكيم وصلنا لشي وقعة تيجريو علينا وكأننا تنسعاو. قال لك حنا أساسيدة كنعلمو الأجيال، حنا أساسيدة بزز على وزارة النقل، قال لك تعترف بينا لأن عندنا لي كارت مونيتور ديالنا، تنعلمو الأجيال. تكون ما بين الأسباب اللي غادي توقف حركة السير، إذن إخواني ما خلوناش باش نكملوا. إذن هذه الحالة، تبارك الله عليكم. تحية خوكم حميد العقاوي مباشرة من الرشيدية.